وشارك في اللي جاي قول كلمتك شيل اي فكرة جوه بالك تحبطك دلوقتي بلدك محتاجالك همتك بايدك تغير يلا كمل ثورتك دي اهم خطوة نبتدي بها الطريق وبعدها ممكن نغير كل شيء يعني نكون اولادك خايف هنزل مهما يجرى ايه هنزل وشارك صوتي اتحاسب عليه قدام عينيا الاختيار مسيبش بلدي للدمار وصار كل اللي اتبناه نهدي فيه انزل وشارك في اللي جاي قول كلمتك شيل اي فكره جوه بالك تحبطك دلوقتي بلدك محتاجالك همتك بايدك دي اهم خطوة نبتدي بها الطريق وبعدها ممكن نغير كل شيء يعني نكون اولادك حلمك قصادك ناويه وانتصار كل اللي اتبناه نهدي فيه مبقتش خايف هنزل مهما يجرى ايه هنزل وشارك صوتي اتحاسب عليه قدام عينيا الاختيار مسيبش بلدي للدمار وصار كل اللي اتبناه نهدي فيه ده يمكن كان عرف جمال في جامعة المنيا في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية أبنائنا الطلاب يمكن بدأنا بأبنائنا الطلاب المغتربين اللي هم من محافظات تبعد عن محافظة المنيا أو بعيدة عن محافظة المنيا النهاردة أبنائنا الطلاب أثبتوا أنهم يعني على قدر كبير من المسؤولية والوعي والمشاركة في التعديلات الدستورية والمشاركة في خريطة مستقبل مصر العديد من أبنائنا الطلاب يمكن كان إقبال غير عادي اليوم من أبنائنا الطلاب المغتربين على الذهاب إلى لجان التعديلات الدستورية لجان المغتربين وهو كما هو معروف النهارده السبت يوم أجازة في أجازة لأبنائنا الطلاب إلا أن أبنائنا الطلاب المغتربين أبناء المدن الجامعية كانوا أكثر حرصا يمكن بعض الكاميرات اللي عندكم رصدت هذا الحدث وهذه المشاركة في اللجان وفي الجامعة والجامعة الحقيقة قامت بدورها إن احنا بس وفرنا وسيلة المواصلات اللي تقضي لأبنائنا الطلاب يقول رأيه بمنتهى الحرية بمنتهى الصراحة فيما يتمناه لبلده في المستقبل القريب.